اقول لجماهير النادي الاهلي مليون 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 مبروك، وصل خلاص الاهلي عملها يا جماعة، امير توفيق خلصها رسميا، النجم المغربي يحيى عطية الله اهلاوي لمدة عام على سبيل الاعارة مع احقية الشراء من نادي سوتشي الروسي. زي ما انفردت بحضراتكم قبل كده وامبارح قلت لكم ان يحيى عطية الله اهلاوي، تقدروا تشوفوا الفيديو على القناة، وقلت لكم ان يحيى عطية الله رسميا في النادي الاهلي لمدة موسم. والنادي الاهلي يا جماعة ما بيهزرش، النادي الاهلي ما بيهزرش. فطالب من كل اخواتي الاهلاوية اللي بيتفرجوا على الفيديو فضلا وليس امرا، لو انت اهلاوي ادعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد، وتعالى بينا نتكلم بالتفصيل على صفقة يحيى عطية الله. النادي الاهلي يا جماعة في شغله وفي تعاقداته بيودي الناس في جنب، تمام، وبيخش هو في جنب تاني خالص. يعني النادي الاهلي ودانا لجمال الشماخ، يعني جمال الشماخ يعني الدنيا كلها اتكلمت وقال لك خلاص الاهلي بيخلص وفي الرتوش الاخيرة بعد فشل صفقة يحيى عطية الله. عايز اقول لكم ان النادي الاهلي ما بيفشلش في صفقات، عشان قولا واحدا النادي الاهلي ممكن السوشيال ميديا كلها تتكلم ان النادي الاهلي فشل. الاهلي ما بيفشلش في صفقات، الاهلي بيقدم العرض بتاعه وليه سقف تعاقدات حتى لا يعم، يعني عشان ما يحصلش خلل في اوضه اللبس. يعني ما ينفعش اروح اجيب لاعب ب 5 6 مليون دولار وانا عندي اللعيبه كلها ما بتاخدش ال 5 6 مليون دولار، كده انا هعمل خلل. النادي الاهلي ودانا في قصه جمال الشماخ، رجع المارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي قال لك لا، قال لك انا عايز يحيى عطية الله. عايز اقول لكم ان هو ده علي معلول الجديد، عايز اقول لكم ان يحيى عطية الله هو علي معلول الجديد. ويحيى عطية الله لعيب قوي جدا، لعيب لا غبار عليه، من افضل باكات ليفت، يمكن افضل باك ليفت بعد علي معلول في افريقيا، لعيب دولي، لعيب مميز جدا جدا جدا. مبروك يا اهلاويه، تمام. وانا طالع النهارده اتكلم طبعا يعني، وبحترم كل الاراء وكل الناس اللي بتتكلم. امبارح قلت لكم يحيى عطية الله خلص، في ناس كتير دخلت هاجمتني في التعليقات. يحيى عطية الله رسميا بنسبة 1000000%، اللاعب خلاص اهلاوي، صفقة من العيار الثقيل، صفقة هي الصفقة اللي بجد، هي بديل علي معلول، هي الصفقة اللي بجد النادي الأهلي يسند عليها على مدار سنين لقدام في ناحية الباك الشمال. بسم الله ما شاء الله عليه يحيى عطية الله، لعيب سوبر وصفقة سوبر، صفقة سوبر، صفقة من العيار التقيل جدا بعد يوسف أيمن. مبروك يا أهلاوية، يحيى عطية الله أهلاوي، يحيى عطية الله أهلاوي. ما كانش ينفع الموضوع ده يعدي كده، ما ينفعش تعدي الاهلي بعد ما خد الدوري بيوم وجمهور الاهلي بيقول لك ال45 يا اهلي. النهارده النادي الاهلي بيعلن رسميا ضم يحيى عطية الله النجم الدولي المغربي، لاعب نادي الوداد السابق، وجمهور الوداد على السوشيال ميديا عمال يهاجم فيه ويقول له الغدار، البياع اللي رمى العشرة وراح اختار النادي الاهلي المصري، اللي نكد علينا في مركب محمد الخامس وخد مننا دوري ابطال افريقيا. يحيى عطية الله، تمام، والله الاهلي عمل يعني كوبري، اللعيب راح روسيا لعب 10 ماتشات جاب هدف ورجع على النادي الاهلي. النهاردة وانا بكلمك دلوقتي يحيى عطية الله رسميا في النادي الاهلي، والاهلي اعلن بشكل رسمي ضم يحيى عطية الله بعد ما خدنا كلنا في حتة وورنا، ويعني ودانا للعصفورة في حتة وقال لنا جمال الشماخ وقلنا الصفقة بتاعت يحيى عطية الله اتعثرت، ولكن الأهلي تمام لا تأمن للنادي الأهلي. ليه؟ لأن يحيى عطية الله كان في عتاولة داخلين فيه بيراميدز، وفي كلام كمان إن الزمالك والترجي حيتان. فالأهلي عرف إزاي؟ ببطولاته، بإنجازاته، بفلوسه، بنفوذه، عرف ازاي ان هو يخطف يحيى عطية الله، عرف ازاي يجيب البديل اللي هو هيسند مكان علي معلول بجد بأمانة. أمير توفيق ده مش أمير توفيق يا جماعة، لا ده اسمه أمير الدهاء بجد. بعد صفقة أسامة أبو علي، تمام، وصفقة رضا سليم، بيخلص يحيى عطية الله. الله، قبل ما اتكلم في أي تفاصيل
بطلب من حضراتكم لايك وشير للفيديو، وتعالى كده واحد بيقول لي تمام عايزين نحضر للدوري ال45 بقى، عايزين نحضر، عايز تحضر ال45 وانت لسه واخد ال44 من 12 ساعة يا ابو قلب جاحد. طبعا جمهور النادي الاهلي يا جماعة جمهور مبني على البطولات، جمهور مبني على البطولات، جمهور جاحد، جمهور جاحد يا جماعة، بياخد اللقب وهو بيفكر في اللي بعده، ما بيفكرش في اللي راح خلاص خلصت، هو خد ال44 من 12 ساعة، جاي النهارده يقول لك انا عايز بفكر في ال45. طبعا هو ده النادي الاهلي وجمهوره. انا بقول لكم والله والله العظيم حصل معايا موقف مش قادر انساه. عندي ابن خالتي اهلاوي جدا، اهلاوي جدا، فبعد الاهلي ما خد دوري ابطال افريقيا من الوداد بعدها بساعة واحدة، بقول له الف مبروك يا عم الحاج، فقال لي على ايه؟ قلت له على دوري ابطال افريقيا. استغرب، قال لي احنا خدناه يا عم، ان انا نسيت والله، انت لسه فاكر؟ احنا بنفكر في اللي جاي. بعدها بساعة واحدة، اقسم بالله الكلام ده حصل، وكان بيتكلم بجد وباين عليه انه يعني انه عن ايه ده؟ ايه الناس دي يا جماعة؟ ايه الجمهور ده؟ اي جمهور في العالم لما بياخد بطولة بيقعدوا يحتفلوا بقى سنة، النادي الاهلي ما بيكملوش ساعة. بصراحة النهاردة النادي الاهلي بيعلن رسميا ضم النجم المغربي يحيى عطية الله الدولي المميز جدا جدا. كولر قال لك انا عايز تمام نينجا يابا، يا عم حط لي نينجا. فالكابتن محمود الخطيب قال له نعم يا كولر، انا عايز يحيى عطية الله، حاضر. طب هنجيب الشماخ يحيى عطية الله، الدنيا بايظة. كولر قال له لا مش مبسوط، انا مش مبسوط، عايز ترضيني هات لي يحيى عطية الله. النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وامير توفيق في ثانية يا جماعة، احنا ما نقدرش نزعل المدرب بتاعنا، رسميا بيوقع مع يحيى عطية الله. وايه الفيديو اللي النادي الاهلي عامله لحياة عطية الله ده؟ ايه البرومو كود ده؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه بجد الفيديو ده؟ اللي يعني المنتج او المخرج اللي بيعمل تقديم اللعيبة بتوع النادي الاهلي دول يا جماعة، ده مخرج جاحد قوي قوي. تمام، ليه؟ كولر بالذات عايز يحيى عطية الله، بس اولا لاعب مخضرم جدا ولاعب دولي ولاعب عنده تجربة روعة مع نادي الوداد، اكتر من 100 مباراة وسجل اكتر من 40 هدف، يعني لعيب مسجل اكتر من 10 اهداف تقريبا في نادي وباك ليفت في نادي الوداد، لعيب دولي في منتخب المغرب، لعيب يمتلك كواليتي عالي في ناحية الباك الشمال، سرعة، قوة بدنية، مهارة، لعيب كواليتي بتاعه عالي جدا، العرضيات بتاعته ايه؟ دواء دواء، لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، كان بيلعب في نادي كبير عريق مخضرم اسمه نادي الوداد الرياضي المغربي، وحصد معاه العديد من الألقاب، وخد معاه دوري أبطال إفريقيا. يحيى عطية الله صاحب ال29 عام، هو الثمار السمين للنادي الأهلي في ناحية الباك الشمال، وبجد بجد هو البديل الأنسب لعلي معلول حقيقي بمنتهى الأمانة. الأهلي يحيى عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية البيع النهائي في نهاية الموسم، وأنا بقول لكم يحيى عطية الله لعيب كبير وصفقة سوبر هتنجح في النادي الأهلي إن شاء الله، ربنا بس يحميه من شر الإصابات هو وكل اللعيبة، هو وكل اللعيبة. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لكل الناس وكل مشاهديني الأهلوية، رحبوا معانا بالصفقة رقم 2، والنهاردة أو بكرة هيتم الإعلان عن مهاجم وعن وسط ملعب، عن مهاجم وعن وسط ملعب. الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية أقل حاجة 6 صفقات جامدين، بس ده اللي انا اقدر اقول لك عليه. بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الفيديو للنهاية، استنونا ان شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.